جميل جدا. تعال بقى نروح للدوري الانجليزي. يلا. انت شفت امبارح الماتش بتاع ليفربول؟ للاسف لا. انا يعني شفت لما خلص ولما كانوا الاستوديو التحليلي بقى لما كانوا بيعيدوا الاجوال بتاعت محمد صلاح تحديدا، يعني خلينا نقول امبارح محمد صلاح حقيقي تألق وبشكل مبهر جدا، كانوا هدفين مهمين في مباراه ليفربول وويست هام يونايتد بطريقه خلينا نقول رائعه، هسجل هدفين عشان يفوز هنا ليفربول حامل اللقب 3-1 وكده يكون رفع ليفربول رصيده ل 40 نقطه عشان يصعد بقى للمركز الثالث، والفارق هنا نقطه واحده عن الوصيف اللي هو مانشستر يونايتد. بس أأكد مرة تانية يا جماعة، الجول التاني تحديدا لمحمد صلاح كان رائع، يعني أنت بتتكلم في جول بجد ناس كتير جدا على السوشيال ميديا كانت عمالة تتكلم عنه في الاستوديو التحليلي وأنا بتفرج يا كريم، المعلقين كانوا قد إيه عمالين يعني يمجدوا في الجول، لأن هو طبعا أنا الفنيات دي ما فهمهاش قوي، بس اللي أنا سمعته منهم يعني إن هو ثبتها برجله اليمين، أنت عارف محمد شمال أصلا بيلعب برجله الشمال، ثبتها برجله اليمين بطريقة وبعدين دخلها جول، يعني كان جول رائع. بصي هو الحقيقة يعني عنده كميات وافره من الاجواء الاجوال اللي هي مبهره بالمعنى الحرفي، اللي هو تقعدي تتفرجي عليها وتعديها بدل المره 30 مره وتغيري الاحتمالات هتلاقي ان الجول عالمي، لان هو فعلا لعيب عالمي. عموما بكده يكون نجح محمد صلاح في تسجيل 21 هدف مع ليفربول في الموسم الحالي 2020-2021، من بينها 15 هدف في البريمير ليج، 3 في كاس الاتحاد الانجليزي و3 اهداف في دوري ابطال اوروبا، ليصبح اول لاعب في ليفربول منذ ايان راش في موسم 84-85 ان هو يسجل اكثر من 20 هدف في اربع مواسم متتاليه. فطبعا مو صلاح يعني لا غبار عليه الحقيقه. مو صلاح تألق مره ثانيه، يمكن كان في فتره وده بيحصل للعيبه كلها بيحصل الناس كلها، يعني بيبقى في فتره كده ركود شويه، لكن العوده كانت رائعه وكنا منتظرين ده اكيد من محمد صلاح.